على الطريق المؤدي إلى سوق أم درمان ستشعر برهبة أثناء التجول في هذا المكان الذي تحول بفعل الحرب إلى دمار وذكرى أليمة. من كان يصدق أن 80% من البنية التحتية لهذا السوق تحول إلى حطام بفعل الحرب؟ مئات الآلاف من التجار فقدوا مصادر دخلهم بعد أن نهبت وفقدت وأتلفت البضائع بشكل تام. هنا أكثر المناطق التي كانت تضج بالحياة، حركة تجارية لم تتوقف منذ نحو 100 عام، هو أكبر أسواق البلاد وكان مقصداً للسودانيين في كل شيء وأي شيء. يبدو واضحاً أن أعنف المعارك بين الجيش والدعم السريع دارت هنا، ليتحول هذا السوق والمعلم التاريخي البارز إلى مكان موحش. انتهت المعارك هنا، وقد يراود الأمل المرتبطين بهذا المكان بأن يعيدوا إلى تاريخه وإرثه حياة جديدة ولو بعد حين. لين يعقوب، الحدث، أم درمان.